الكبار أولا الكابخ اللي هو من ديك من الكابخيي واللي هي للأسف واحد المعلومة اللي بزاف المغاربة ما كيعرفوهاش. بزاف المغاربة ما كيعرفوش بلي المغرب تقريبا هو أول مصدر للكبار في العالم، لدرجة حيت كما كنعرفوا كاين واحد العدد كبير هاد الكبار هذا، من بعد ما كيتم التخليل ديالو كنخلوه، من بعد المحافظة عليه، من بعد واحد المراحل كيدوز منها، فهو داخل في واحد العدد كبير ديال الأطباق في ماشي غير في المحيط ديال البحر الأبيض المتوسط، ولكن كذلك حتى في واحد العدد كبير ديال العادات ديال بعض الأطباق اللي عالمية. الكبار بحكم هذيك النسمة ديالو المميزة كنلقاو مثلا حاضر، مثلا إلا مشينا عند الإيطاليين كنلقاو حاضر في واحد العدد كبير ديال الصلصات اللي كتمشي مثلا مع لي بات، مع بعض الأنواع ديال المكرونة كنلقاو كذلك حاضر بقوة في المطبخ الفرنسي، في واحد العدد كبير كذلك في الصلصات، في واحد العدد كبير ديال الوجبات، يعني كذلك كنلقاو في واحد العدد كبير ديال الوجبات، وكذلك كنلقاو الاستهلاك ديالو بحكم المنافع ديالو اللي ربما اللي غادي نتناولوها من بعد، فكاين الاقبال عليه الا هنا في المغرب، فللاسف يعني نقدروا نقولوا ان احنا كنصدروا تقريبا واحد النسبه اللي كتقارب تقريبا 99% من الانتاج، اذا احنا داخليا ما كنستهلكوه الا نادرا لدرجه ان واحد العدد كبير من المغاربه ما كيعرفوش. من ناحيه المكونات اللي فيه والمنافع ديالها، المكونات اللي فيه فبطبيعة الحال كنلقاوه غني بالكالسيوم مثلا. ملي كنهضروك على الكالسيوم بطبيعة الحال أول حاجة كنستحضروها هي الصحة ديال العظام، وخاصة على أنه كذلك فيه واحد النسبة مهمة ديال الفوسفور، يعني هاد البيلون فوسفور، هاد جوج الحويجات اللي حاضرين فيه مهمين بزاف لهاد الحال. كذلك كنلقاوه غني وهو حتى الإنتاج ديالو ربما في النواحي ديال الأسفلت ماكاين فين أكبر الإنتاج ديالو، فكنلقاوه كذلك غني بالمادة ديال اليود. وملي كنهضروا على اليود أول حاجة كنستحضروها هي الغدة الدرقية أو لا لاكلون تيرويد، وهنا بطبيعة الحال يعني ديك الأهمية ديال هاد المادة هادي اللي كتعطينا الصحة ديال هاد الغدة كتخلي الإقبال عليها، وكتخلينا في بعض الأحيان أن من بين الحويجات اللي كنشجعوا الناس يتناولوهم مثلا الكبار. غني كذلك بالبوتاسيوم، غني في واحد العدد كبير ديال الفيتامينات اللي بطبيعة الحال غنذكر منهم فيتامين بي 6، غنذكر منهم بواحد النسبة ديال الفيتامين بي 1، غنذكر منهم الفيتامين أ. وملي كنهضروا على الفيتامين أ بطبيعة الحال أول حاجة كنستحضروا هو أنه مكونات اللي هي مضادة للأكسدة، يعني هادو كاملة مكونات كتخلينا أن احنا يكون نشجعوا الإقبال عليه. بالإضافة إلى ذلك فكنلقاو في واحد النسبة مهمة ديال البوتاسيوم، ملي كنهضروا على البوتاسيوم بطبيعة الحال كنهضروا على الصحة ديال على التوازنات ديال الذات ديالنا، كنهضروا على الصحه ديال القلب، على الصحه ديال الشرايين. كذلك بالاضافه الى ذلك فهو فيه بعض المكونات اللي كتخليه ديوريتيك، يعني مضر للبول، وهنا بطبيعه الحال يعني كنشجعوا حتى الناس بعض الاحيان اللي كيكون عندهم ضغط دموي مرتفع، ولكن اللي كيوقف ضد هذه هو انه طريقه التحضير ديالو غالبا فكتكون فيه واحد النسبه كبيره ديال الصوديوم، هو اللي كيخلينا كناخذوا النصيحه في هذا الاتجاه هذه كتمشي بشويه ديال الحذر. اذا بالاضافه الى فلافونويدات اللي كاينه فيه هي نوك مضاد للاكسده، هو كنستعملوه احنا بواحد الكميه اللي هي قليله. اذا هاد الحويجات اللي حنا ذكرناهم كنتنفعوا بهم، خاصه الا كانت واحد الدوست واحد الاطباق اللي هي صحيه اللي كتعطينا جميع المكونات اللي الذات ديالنا كتحتاجهم. كنهضروا على الكبار وما كنصحوا عليه، كاين بعض الحالات اللي كنصحوا الناس من الاحسن ما يتناولوش، خاصه عند بعض الناس اللي كيعانيوا من الضغط الدموي المرتفع، واللي كيكون من بين الحويجات اللي منصوح فيهم هو انه واحد النظام غذائي اللي ناقص فيه الملح، فكنصحوهم كذلك حتى الكبار ياخذوا بعين الاعتبار على انه واحد المصدر مهم ديال الماده، خاصه ديال الماده ديال الصوديوم. بالاضافه الى ذلك
فكاين بعض الاحيان اللي كنصحوا السيدات الحوامل انه ما يتناولوش بزاف، خاصه الا عرفنا هو بطبيعه الحال منافع الجهاز الهضمي، يعني كيعطي واحد توازنات على المستوى ديال الهضم ديالنا، ولكن ما كيمنعش على انه شويه انتيغوتونيك، بمعنى انه كيقدر في بعض الاحيان اكثر منه يعطينا ديك التقلصات ديال الرحم. هادشي علاش كنصحوا ان السيده الحامل من الاحسن انها تتفادى الاستهلاك ديالها.